لسه مكملين مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه واللواء مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول متابعه جهود الدوله لتطوير منظومه المخابز على مستوى الجمهوريه وجه السيد الرئيس بالاسراع في الخطوات التنفيذيه لتحديث كافه جوانب منظومه المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهوريه طبعا أخذنا في الاعتبار تعامل هذه المنظومه الحيويه مع قطاع عريض من المواطنين ده طبعا بيستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، ووجه سيادته بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، تفاصيل النشاط الرئاسي في سياق التقرير اللي جاي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي واللواء مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه المشروع القومي لانشاء وتطوير مراكز تجميع الالبان على مستوى الجمهوريه بالاضافه الى عدد من مشروعات القطاع الزراعي وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان موجها سيادته بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج والبالغ قيمتها خمسين ألف جنيه لكل مركز وذلك دعما من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ناحيه اخرى لضمان جوده الانتاج الخاصه بمنتجات الالبان والمردود المباشر لذلك على الصحه الغذائيه وسلامه المواطنين بالاضافه الى فتح افاق التصدير للخارج ومضاعفه العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمه المنتج كما عرض السيد وزير الزراعه اخر مستجدات عدد من مشروعات الانتاج الحيواني بما فيها المشروع القومي للبيتلو ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الانتاجيه بالمزارع بهدف زياده الثروه الحيوانيه ومشروع التحسين الوراثي وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الاليه والتعاون القائم في هذا الصدد بين وزاره الزراعه وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه حيث وجه السيد الرئيس بزياده زياده اعداد القوافل الطبيه البيطريه على مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن امراض الحيوان في المزارع حفاظا على قيمه الثروه الحيوانيه كما عرض السيد وزير الري عددا من مشروعات الوزاره الخاصه بتوفير مياه الري خاصه في المناطق الصحراويه الشماليه حيث وجه السيد الرئيس في هذا السياق بتحسين اليات الري والاستعانه بالتكنولوجيا الحديثه خاصه للمشروع القومي الخاص بالتنميه المتكامله للبيئه الصحراويه في الظهير الصحراوي لمنطقه الساحل الشمالي الغربي وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لاهالي المنطقه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه واللواء مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الإطار المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد وجه السيد الرئيس بالاسراع في الخطوات التنفيذيه لتحديث كافه جوانب منظومه المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهوريه اخذا في الاعتبار تعامل هذه المنظومه الحيويه مع قطاع عريض من المواطنين مما يستلزم ضمان الصحه الغذائيه وتحسين جوده الانتاج واستخدام الطاقه النظيفه موجها سيادته بتسهيل الاجراءات وتوفير تسهيلات تمويليه للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي وذلك مواكبه لجهود الدوله لترشيد الطاقه وتحقيق الاستفاده الاقتصاديه المثلى من الثروات الطبيعيه المتمثله في الغاز الطبيعي وقد اطّلع السيد الرئيس أيضاً خلال الاجتماع على مخطط تطوير شركتي قها وادفينا للصناعات الغذائيه من حيث الدراسه الاستثماريه المتوقعه للمشروع والجدول الزمني والتكلفه الماليه الاجماليه والهيكل التنظيمي المقترح وتطوير خطوط الانتاج وذلك بالاستعانه بالخبرات الاجنبيه العريقه في مجال الصناعات الغذائيه بهدف استعاده الانتاج المتميز للشركتين وتعزيز قيمه المنتج الوطني في السوق المحلي وزياده قدرتهما التنافسيه والتصديريه